عربي والأجنبي الجبان. أنتم الإثنان لقد حكمنا عليكم بالإعدام. لا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن اسمعا، سأخيركما بين شيئان، الموت أم 10,000 جلدة. 10,000 جلدة؟ عرف الإثنان أن المصير نفسه، ولكن الجلد قد تنجو من بعده وتعيش حياتك. انظروا ما حدث. أنا العربي أيها الحاكم، أختار الجلد. ماذا؟ لما لا تختار الموت لحظة واحدة وترتاح عن هذا العذاب؟ الموت؟ أنا لا أخشى الموت، ولكني لازلت أريد العيش. تريد العيش ولكنك قد تموت من الجلد. لا يهمك يا صديقي، سأتحمل لأجل عائلتي وأبنائي. التكملة في الجزء الثاني. عربي والأجنبي الجبان، الجزء الثاني. أنا العربي أيها الحاكم، أختار الجلد. ماذا؟ لما لا تختار الموت لحظة واحدة وترتاح عن هذا العذاب؟ الموت؟ أنا لا أخشى الموت، ولكني لازلت أريد العيش. تريد العيش ولكنك قد تموت من الجلد. لا يهمك يا صديقي، سأتحمل لأجل عائلتي وأبنائي. نفذت العقوبة على العربي، فسقط قربة في حالة يرثى لها. انظروا ما حدث. رأيت جلدك أصبح أخضرا، لن أسمح بهذا، سأختار الموت. يا صديقي لا تختر، واختر الجلد، على الأقل ستكسب حياتك. لا، لن أسمح أن يحدث بجسمي هذا، سأختار الموت وأرتاح. لقد اختار الموت، اجلدوه حتى الموت.